اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام نفتح ملف الدور الممتاز مشاهدينا وقراءات تحليليه لابرز المباريات في الاونه الاخيره في يوم الخميس والجمعه. اذا مشاهدينا الكرام دعونا نرحب بضيفي داخل استوديو المدرب المعروف نزير حبه، مرحبا بك منورنا اليوم في ضربه حره. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. في البدايه تحيه لك استاذ حذيفه. والتحية للسادة المشاهدين إن شاء الله نعم سعيدين بوجودك معنا ويعني في ظل كأس العالم بطولة كأس العالم وكل الأنظار طبعا إلى كأس العالم يستمر الدوري السوداني الممتاز النزير حبة تأثير المسألة على مستويات اللاعبين لأنه البعض بيرى أنه الدوري ال... يعني لابد أنه يجيف يعني في بطولة كأس العالم اللاعبين يستفيدوا من كأس العالم المدربين يستفيدوا من كأس العالم الحكام يستفيدوا من كأس العالم والله طبعا كل العالم هسه دورياتهم واقفه لانهم نعم. اصلا بيشتغلوا في ببرنامج برنامج الاتحاد الدولي آه نحن بعيدين برمجتنا مختلفه من الدوريات الثانيه نعم. فاثر تلقائيين على انه آه ما نقدر نشاهد ال... نقدر نشاهد كاس العالم بطريقه كويسه لانه عندنا برمجه بتاعت مباريات شغاله مفروضه علينا من الاتحاد العام تلعب تلعب ما عندك مشكله ما عندك اي أيوه ولا انا ناس الاتحاد العام هم في, في 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 قطر في نعم في ال بيحضروا في, في كاس العالم في كاس العالم نعم من نحن من كاس العالم دورياتنا شغاله نعم و انه نحن نعجز كاس العالم زي نعم. باقي الدول تشاهد نشاهد تستفيد نستفيد من نعم. اعلى منافسه في الدنيا لأنه يعني لانه كله اربع سنه يا ايوه كله اربع سنه ومنافسه عاليه جدا نعم اللعيبه بيستفيدوا منه والمدربين بيستفيدوا منه وكل الناس بتستفيد منه من التنافس العالمي ده. طيب نحن ندخل ونشوف المباريات لانه في تاثير يمكن يكون للمساله دي لانه حتى على مستوى الحضور الجمهوري النزير الحضور الجمهوري ما الجمهور ما ما بالشكل المطلوب لكن خلونا نتابع مشاهدينا مع الكنترول ابرز نتائج مباريات يومي الخميس والجمعه مشاهدينا ومن ثم نواصل الحديث يمكن يكون في الاسبوع العاشر في الشاشه كما تتابعون الان دي نتائج مباريات الدوري الممتاز. دي يوم الجمعة أيضا أبرز المباريات مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء طيب آه ندخل لمباريات الخميس آه نزير عندنا الأمل عدبرة الأمل يمكن آه تعادل إيجابي أمام الأهلي آه مروي دي مباريات الخميس مشاهدينا الكرام آه وكوبر آه فاز على توتي حيدوب النهود فاز على الأهلي الخرطوم والرابطة كوستي خسر أمام حي الوادي نيانا نبدا مع الامل عطبر الاهلي مروي حاصل شنو مع مع الاهلي مروي الاهلي مروي آه الموسم الفات يعني كان مقدم مستوى جيده نعم آه تغيير الاجهزه الفنيه ومشاكل اداريه بسيطه اثرت في مستوى الفريق آه الامل بنفس المستوى يعني آه الامل هسه في الدور الاول بعد معاه الكابتن آه عمر بخيت يعني استمر اكثر كورتين ثلاثه بعد ذاك مشى كوبر جاء خالد جولد عامل شغل جميل جدا مع الامل الامل انا هسه بعتبره انه يعني بدا يتلمس يرجع لمستواه المعروف يعني بدا يقدم في شغل كويس لكن اهلي مر مستوى ما مستوى مستوى ما المستوى المعروف فيه نعم يعني معروف آه تيم عنده بيقاتل في كل مباراه عنده كاريزما قويه في الدوري الممتاز سنين يعني سنه سنتين لو طيب كوبر مع عمر بخيت الان يمكن يكون مستويات جيده على الاقل حتى وان حقق نتائج سلبيه فاز امام توتي 3-1 كوبر مع ابو عبيده نعم يعني كوبر بدا مع محمود كوه آه نتائج ما مشت ما توفق يعني قدم استغلاله مشى مع ذاك جاء عمر بخيت راس الجهاز الفني برضو كورتين ما توفق فات مم. الان جاء ابو عبيده اول كوره حقق فيها انتصار على توتي طيب يعني أنا بعتبر التوتي يعني مجموعة طيبة، مجموعة جيدة، فريق عنده شكل، فريق يعني بس ينقص اهتمام بسيط، يعني الفريق بتاع التوتي فريق متناغم، أولاد صغار معدل أعمارهم صغار، مقدمين شغل شغل فني جميل، فأبو عبيدة سليمان أنا بعتبر أنه النصر لسه يعمل عمله في يومين أنه ده شغل بتاع عمر بخيت ده شغل عمر بخيل. شغل انا مهرب. ما اتكلم عن النقطة دي يا أيوة. وزير. المسألة بتاعت التغييرات الدائمة بالنسبة للمدربين والمداورة فيما بينهم في بطولة الدوري الممتاز في الموسم الواحد، يعني ممكن نلقى مدرب واحد مشى لثلاثة أندية في وك في موسم واحد يعني. في إشكالية في إمكانيات الفرق، يعني الإمكانيات الكرة مربوطة بالاقتصاد. يجيبوا مدرب نعم. باقي لها 15 يوم باقي الإعداد بيكون ما مكتمل. نعم. دارين النتائج. آه دايرين نتائج سريعة ما بيصبروا للمدرب طوال يغيلوا ده يجوا بدلوا وشغالين زي لعبة الكراسي <applause> يعني ده مش <دايمشي> توتي ده يجي <applause> الأمل ده يجي هل المدرب ده عنده عصا سحرية يعني عشان يغير حال الفريق؟ أيوه الفريق يعني المدرب ده فترة عشان الشغل الفني بتاعه يصار يعني أقل شيء دار له آه شهرين ثلاثة شهور للإعداد الاول يكون عامل برنامج عامل خطة يقرا امكانيات الفريق ذاته ايوه يحفظ الفريق نعم بعد باقي يعمل الاحلال والابدال ويعمل حاجات كثيرة عشان يقدر شنو؟ يقدر يعمل فريق متناغم يقدر يجيب بحقيقة طموحات الانصار بتاعنا نتيجة منطقية 3-1 لكوبر والله نتيجة ما منطقية ما منطقية انا ما كنت اتوقع انه توتي تغلب 3-1 لانه توتي كانت مقدمة آه مباراة جميلة جدا يا فريق مستقر ما عنده مشكله بس انه مشكله صغيره كده في الاداره لكن بغضهم الخبير كفاح صالح نعم كفاح عامل شغل جيد عامل شغل نفسي عامل يعني كده حضور بتاع اللاعبين على مستوى يعني اكثر من 27 لاعب في التدريب نعم. خبرات برضه لكفاح بعد لاعب عندهم نازم صالون عندهم مراد عندهم عندهم جيده فما كنت اتوقع انه يتغلب ثلاثه ف كان بس اليوم ده يعني كان يوم كوبر انا بيطلع. يوم كوبر ايوه نعم طيب اهل الخرطوم حيدوب النهود يعني مباراه ايضا فوز بالنسبه لحيدوب حيدوب النهود فريق صاعد حديث الدوري ممتاز لكن متجج بالنيوم وناس حسين النور وتوزا و... وبستة يعني انه عناصر جيده لكن دارين تناغم لانه هم جايبين مثلا التسجيلات الفاتت دي أنا بعتبر انه النتيجة يعني برضه بعتبرها ما طبيعية لأنه أهل خرطوم فريق منسجم، فريق ممثل أفريقيًا في الكونفدرالية نعم يعني فريق حصل له ارتفاع في المستويات في فترة ما والآن في مسألة بتاعت نزول يعني ها. نتائج سلبية في الفترة الأخيرة أه ما أعرف أهل خرطوم حصل له ضرب ما أعرف السبب شنو نعم. لكن آه يعني أنا بتوقع أنه أهل خرطوم يرجع في المباراة الجاية لأنه عنده خبرات ناس محنّا الطاهر وكده وهناك هم قادرين انه يعيدوا الفريق لمستوى الحقيقي ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. طيب الرابطه كوستي اللي يمكن يكون يعني خسر امام حي الوادي نياله وبنتيجه ثلاثه اهداف دون رد الرابطه كوستي فريق يعاني من مشاكل اداريه نعم من مشاكل بتاعه امكانيات فشغال يوم فوق يوم تحت ما قادر نتائج إيه مزبزبة, مزبزبة. فحي الوادي طبعا فريق مستقر نعم. لكن برضه هو ما غاب في مستوى الحقيقي انا بعتبر انه هو بدا يرجع في مستوى الحقيقي مع مع الكوتش الدكتور معتصم خالد والزين الدخيري هم قادرين على انه يعيدوا الوادي في طريقه الصحيح ان شاء الله باذن الله طيب نمشي لمباراه يمكن كان حضور جم... جماهيري بسيط يعني مباراه الهلال لفريق قمه يعني اثناء مباريات طبعا كاس العالم ويمكن كتب فيها عدد من الزملاء الصحفيين يمكن مباراه هلال الخرطوم وهلال الساحل مباراه ايضا كان رتيبه يعني بعض الشيء على الرغم من غزاره الاهداف برباعيه مقابل هدف مباراه يمكن شهدت ثلاثيه لمصلحه الغربال في هذه المباراه انا بقول انه الهلال طبعا مستغرب اداريا وفنيا وفلوران شغال بطريقه المداوره نعم يعني مساله بريق... جيده مساله المداوره أيوة يعني ايوه طريقة جيده بيكون عندك بنش فيه ممكن يغيروا يغيروا النتيجه في اي وقت يعني يعملوا الفارق اسد دليل ذلك عبد الرحمن كان مرتاح كورتين جا الكوره دي سجل هاتريك لانه جاي من راحه جاي بقوه آه الهلال ماشي في بالطريقه الصحيح عامل فريق جيد عامل نتائج جيده طيب سبعه كور ب 21 نمرة طيب هلال الساحل آه البطولة المنافسة الأفريقية أثرت فيه تأثير كبير فنفس العناصر ونفس الكوتش، كوتش السنة اللي كان يعني في الموسم السابق كان شايل جائزة أفضل جائزة أفضل مدرب في الموسم فهو فعلا مدرب جيد، مدرب عنده قدرات نادر هابوب وما عارف في ضرب في الحتة دي ما عارف السبب شنو وما يعني قادرين لانه ممكن يرجعوا للمستوى الحقيقي الآن هم في مؤخره الترتيب طيب خلينا نمشي للشرطه القضارف والمريخ يعني مباشره في القمه المريخ حقق نتيجه يمكن يكون مهمه جدا بالنسبه له وفوز بصعوبه هدف دون رد الشرطه القضارف فريق يعني ليه اكثر من ثلاث سنوات بيعتمدوا على معدل اعمار صغيره بونو فريق جيد فريق متناغم انا بعتبر المريخ يعني مرق بعجوبة من فريق الشرطة كان قال لا يطلع بدرول لكن ريكاردو يعني عودة ريكاردو للمريخ بدأ يرتب في النواحي الفنية بدل المريخ يرجع بصورته الحقيقية المعروفة انه هو المريخ مريخ افريقيا المارد نعم فمباركة كانت جميلة جدا مباركة كان فيه فيها ندية فيها تبادل بتاع لعب مفتوح من الطرفين نعم ففريق الشرطه اتوقع أن الموسم ده ممكن يخطف بطاقه من بطاقة التاهل الافريقي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بيزن. طيب حي العرب والزومة فوز بالنسبه لحي العرب حي العرب فريق برضه بنفس المستوى انه عنده عناصر عناصر شابه فريق برضه عنده صولات ولان ثاني الترتيب في الروليت فالزوما فريق آه، ما عمل اضافات فريق صاعد حديثا ما عمل اضافات جيده ما ظهر بمستوى بطوله الدوري الممتاز فانا بعتبر انه النتيجه نتيجه عاديه جدا. طيب آه، ختاما مباريات الجمعه هلال الفاشر والنوباوي تعادل آه، ايجابي. هلال الفاشر انا بعتبر انه هلال الفاشر في الموسم ده يعني برضه آه، تعدد الاجهزه الفنيه اثر في الفرقه بتاعته ما قادر آه، يرجع لمستواه المعروف. يعني الفريق من موسمين سابقين كان هو بيدي في اداء جيد مع الكوتش اي مندامبا مع الدكتور معتصم خالد كان ماشيين بصوره جيده منافسين قويين في المنافسه فالسنه دي اداؤه ما ما بالنسبه لانصاره وبالنسبه لنا نحن كاجهزه فنيه فودنوباوي برضو يعني انا بعتبر انه برضه يعني عنده اشكاليه كثيره هو ما قادر يصار لمستواه اداؤه متذبذب بدا معاه ابو عبيده ابو عبيده مشى منه مع الجلال نعم آه ذات المشكله ودلتي. اللي بيعاني منها عدد كبير آه. من تغيير الاجهزه الفنيه نعم. باثر بصوره مباشره في الفريق نعم يعني الاجهزه الفنيه وقت تجي لاول مره دارت تتلمس تعرف انه آه امكانيات وقدرات اللاعبين وكده وهنا ف دايره زمن والمنافسه شغاله والانصار دارين النتائج بتبقى في اشكاليه كوره كورتين يقول لك مع السلامه تمشي بيتكم يجيبوا بقلك. طيب بشكل عام كيف يعني بتنظر لمستويات الانديه ومستويات فريق فريق القمه المريخ والهلال، هلال والمريخ حتى الان نحن بنتكلم برسم الجوله العاشره في بطوله الدوري الممتاز. عموما المنافسه انا بعتبرها 70% قيمة فنيه جيده. نعم. آه الهلال يعني ماشي بصوره ممتازه يعني نهج علمي. آه بخطط بخطه مرسومه من فلوران اعتماد على الاعمار السنيه الصغيره بيعمل المداوره في المشاركات في المنافسات مداوره اللاعبين تجهيز اللاعبين كلهم بيجهز البنش نعم بحقق في نتائج إيجابية. نتائج ايجابيه نتايج حتي لو اختلفنا معه انه يعني ما في بصمه واضحه حتى الان لكن في نتائج الكره نتائج ما في حاجه بصمه ما في حاجه اسمها عرض ما في حاجه مع... اسمها انت راجعك افريقيا الكره, برضو الكرة تلنزج. بصمه انا هسه بعتبر انه فريق الهلال يعني يجهز كل الفرقه او كل المجموعه عشان يقدر يعمل تنافس في الفريق بيجيب نتائج لما يكون في تنافس يجيب نتائج لكن انا لما اعتمد على 13 لاعب و14 لاعب ال 12 ال 12 الثانيين او 14 الثانيين بيكونوا هم برا التنافس وما بيدوك بوش في الفريق بوش ما فيه. لكن انا لما اجهز كل التيم واجيب خمسه من الشباب 35 لاعب نعم في الفرقه نعم يكون في تنافس يكون في ارتفاع في المستوى بتكون في نتائج اوكي المريخ المريخ فريق جيد نعم عناصر جيده في تراجع في المستوى ولا في النتائج بشكل عام؟ في بالنسبه للمريخ وهيات... بالنسبه للمريخ بالنسبه للمريخ والله يا اخي في 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 هو كان يعني خسر خسر له كوره نعم برضه تغيير الاجهزه الفنيه تغيير الاجهزه الفنيه نعم. والخلافات الاداريه اثرت فيه شديد فهسه مع ريكاردو ريكاردو قبل كده درب درب في السودان اشتغل في السودان عمل نعم عنده خبرات كويسه عنده فكره فبدا يتلمس يتلمس اه وبرضه كان الاجهزه الفنيه بتعمل بعض النجوم بتاع الفريق القدامى فهسا الان يعني ريكاردو لما الشمل وبدا في اهتمام من الاداره شايف انه عمله اه في عمل جيد يعني طيب. ريكاردو قادر إنه يرجع المريخ لوضعه الطبيعي ان شاء الله طيب يعني. قبل ما ندخل في ابرز مباريات الاسبوع ال11 خلونا مشاهدينا بعد نهايه الاسبوع العاشر نشوف روليت الترتيب بالنسبه لمباريات او للدوري الممتاز حتى الان بعد مباريات الاسبوع العاشر هذا الترتيب اذا المشاهدين الكرام زي ما واضح في الشاشه حتى الان الصداره بالنسبه لنادي الهلال. طيب ترتيب منطقي؟ والله ترتيب ما منطقي يعني الهلال لعب سبع مباريات هو مصدر المنافسه حيدوب النهود لاعب 10 مباريات هو <applause> ترتيبه الخامس نعم. آه المريخ لعب ستة مباريات ترتيبه آه السادس يعني ترتيب ده ما 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 منطقي نعم ما عارف في في اشكاليه في البرمجه يعني ما ممكن فريقه كله لاعب ست مباريات وفريقه كله لاعب 10 مباريات كثير كثير فريق أربعة اي ما ما يكون في منافسات خارجيه المفروض يكون في توازن في البرمجه مباراه مباراتين بالكثير أيوة يعني يعني فريق بتاع اربع كور اربع مباريات في ناس لا في فرق لعبة 10 وفي فرق لعبة سته نعم يعني المريخ يمكن يكون مشارك افريقيا لكن عندنا حي الوادي مثلا برضه لعبته مشاركه مع المنتخب الاولمبي ايوه دي مشكله كبيره نعم ودي حدي الترتيب ده عاصر في انتاج الكور بالذات الدوره الثانيه يعني الدوره الثانيه في هبوط وفي صعود وفي بطوله وفي هنا بيكون في تاثير نعم ضغط شديد ايوه في ضغط يعني في ضغط شديد والناس بتلعب على الترتيب بتاعها طيب نشوف مباريات الاسبوع ال11 نعمل قرايات اول لابرز المباريات مباريات القمه الهلال حيواجه الشرطه الهلال والشرطة أنا يعني بتوقع هتكون كورة فيها إثارة شديدة لأنه فريق الشرطة فريق جيد فريق منافس فريق يعني منافس بيلعب, منافس. مباراة جوية بيلعب مباراة قوية أمام القمة أيوة بيلعب مباراة قوية وبعدين بالذات لما يكون في ملعبه نعم فريق ما بتغلب بالسائل فريق عنده شخصية قوية فريق ما بها أول الخصوم أو المنافسين تنتظر الهلال مباراة صعبة جدا في القضارف طيب توتي الخسران من كوبر حيواجه المريخ والله توتي يمتلك مدرب عنده خبرات يعرف يجيب النتائج كوتش كيف صالح يعني ممكن يكون في مفاجاه في المباراه دي وارد وارد لكن كمان مع مع, مع وجود المريخ مع مع ريكاردو <applause> اتوقع انه برضو المريخ صار بصوره احسن يعني طيب <applause> نقرا مباريات المتبقيه بصوره سريعه حي العرب والامل حي العرب والامل انا حي العرب حي العرب طيب حيدوب النهود كوبر بتوقع حيدوب طيب هلال الفاشر الاهلي بتوقع الاهلي الاهلي شندي حي الوادي بتوقع حي الوادي هلال الساحل الزومه هلال الساحل الرابطه كوستي ودنوباوي <تصفيق> <تصفيق> سيدنا بيك جدا كوشة نزير حبة في قراءات بالنسبة لأبرز مباريات الدوري الممتاز ودي أمنياتنا يعني بأنه الوضع ينفرج أول على المستوى السياسي والاقتصادي مما يعني يؤثر إيجابا على المستوى الرياضي لأنه يعني الكرة محتاجة لكثير من الصرف ومحتاجة لكثير من الاهتمام على المستوى الخاص وعلى مستوى الدولة كمان والله ان شاء الله الكرة دي مربوطة بالاقتصاد طالما طيب نعم. الاقتصاد يكون مرتفع نعم يكون في استقرار بتكون في كرة بتكون في نتائج ودي هذا يا دولة غطر نعم يعني غطر تنظيم جيد على أعلى مستوى ما تعمل قبل كده وما حيتعمل ثاني انهم فريقهم بنوه في أربع سنوات ظهر بصوره كويسه شالوا كاس اسيا برضه بالكوره الاولى نعم الكوره الثانيه ظهر بصوره جيده حالفهم الحظ او التوفيق انهم اولاد يعني ما عندهم خبرات ما عندهم ايه ما عندهم ايه برضو بنقول لهم شكرا لانهم ما قصروا عاملين علىها على اعلى مستوى في كل الحاجات. طيب كوتش النزير انا ختاما عايز تعليق منك يعني وتعقيب مهم في مساله عوده الدوري الممتاز مره اخرى للعب بنظام الولايات يعني مساله التجميع يمكن يكون بالنسبه لكثير من المحللين والمتابعين والاجهزه الفنيه شايفه انها يعني ما جابت نتائج ايجابيه يعني بالنسبه لكل الفرق يعني حتى انا عشت الرياضه وانا عشت المجتمعات في الولايات. وطبعا اساسا لعبه كره القدم دي اساسا اتعملت للمودع كويس ف يعني نحن مثلا نقول الشرطه القضارف الشرطه القضارف يعني الجمهور نمره ثلاثه في السودان بعد هلال المريخ في ملعب ال... الشرطه هناك فلما كان التجمع في الخرطوم كان في اشكاليه كبيره جدا اول حاجه الفرق تلعب باحباط شديد فاقدة جمهورة محرومة من الجمهور محرومة من جمهورة نعم محرومة من السفر ذاته من بلد لبلد بأثر يعني بيصلح الحالة النفسية بالنسبه للاعب نعم اللاعب ده مع عوامل نفسيه يعني انت الليله مثلا قمت من الخرطوم مشيت نياله عوامل نفسيه غيرتها تلقائياً الشغل النفسي بالنسبه للاعب مهم جدا بيرفع بيعمل باور للمستوى بتاعه نعم ف بيحرك أنا المدينه برضه يا كوتش يعني عودت عودت النزير بغير كثير يعني في شكل المدينه وفي ملامحها لما يجيك هلال مريخ اهلي غيره بيحرك في المدينه يعني بعمل حراك شديد نعم. بيساعد ناس كتار اسر فقيره مسكينه نعم. بتبيع حاجات الفنادق بتشتغل نعم. كله الفقره بتشتغل بيكون بكون في حراك بكون في ايه كده بكون في حاجات كثيره فانا بعتبر انه العوده للولايات يعني ده قرار سليم جدا واتمنى انه ثاني ما يكون في تجمع حقيقه ان احنا عانينا من التجمع التجمع ده ما فيه مدعى كره القدم اصلا المدعى بتاعتك قلت لك السفر ليلة في اللوبيت بكرة في كولسي بعد بكرة في نيالة كده. على الرغم من الصرف الكتير يعني ممكن أيوة. تعاني منه الإدارات بيقولوا إنه في صرف عالي لكن بالمقابل كمان الأندية الموجودة بتكسب يعني مباريات بقى دخلها عالي لما يكون هلال مري غير موجود معاك في أيوة. مدينة نعم. معينة. نعم. نعم في دخل شديد. نعم. نحن شاكرين لك نزير امنياتنا لك بالتوفيق ان شاء الله ونشوفك في مره ثانيه عبر ضرب حر الشهر. شكرا استاذ حذيفه وشكرا للساده المشاهدين ان شاء الله يلتقي ان شاء الله نفتح ملف كاس العالم مشاهدينا الكرام وقراءات لابرز المباريات في جولات دوري المجموعات مشاهدينا الكرام عقب الفاصل القصير